السلام عليكم شباب بريبتو. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكيميليتيف تيست نمبر 7 تيل ليسون 7 يونت 1 فرع الجبر اند ستاتستكس. تعالوا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه والسلام على رسولنا الكريم. في نمبر 1 بيقول لي ذا مالتيبليكاتيف انفيرس اوف ذا نمبر 1 ماينس روت 2 از نقط. المالتيبليكاتيف انفيرس لازم نعرف ان هو احنا بنبدل مكان الفيرست تيرم والسكند تيرم، يعني ده كده اوفر 1 هتبقى 1 اوفر 1 ماينس سكوير روت 2. بعد كده هنعمل ملتبلاي الكونجيجيت نمبر بتاع ده 1 بلس سكوير روت 2، وهنا 1 بلس سكوير روت 2. 1 تايمز 1 بلس سكوير روت 2 تبقى 1 بلس سكوير روت 2. هنا بقى 1 تايمز ال1 1 نيجاتيف تايمز البوزيتيف نيجاتيف سكوير روت 2 تايمز سكوير روت 2 تبقى 2. ال1 ماينس 2 تبقى نيجاتيف 1. النيجاتيف دي هتغير الساينز بتاعت ال1 والروت 2، يعني دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف ودي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف. لفه طويله، ولكن طب فين بقى نيجاتيف 1 نيجاتيف روت 2 اللي هي دي ليتر سي، ولكن انا ممكن اقولها لك بقى بتركايه بسيطه خالص. ايه هي؟ انت عايز تجيب الملتيبليكاتيف انفيرس تبقى 1 اوفر سكوير او 1 ماينس سكوير روت 2، ما هو ده الملتيبليكاتيف انفيرس. بس كده، شكرا. ولكن الستيبس مهمه ان احنا نكون عارفينها، عشان هيجي على حاجات زي دي اكزامبلز في الاساي بروبلمز محتاج تعمل ستيبس، ما عملتش ستيبس هتنقص. فاول ما تشوف كده في الدينومينيتور كده في روت على طول تعمل ملتبلاي الكونجيجيت نمبر بتاعه. نمبر 2 بيقول لي اف اكس ايكوال 2 بلس سكوير روت 5 واي ايكوال 2 ماينس سكوير روت 5. لو تلاحظوا هما كونجيجيت نمبر لبعض. بيقول لي زين اكس ماينس واي باور 2. الاكس بكام؟ ب 2 بلس روت 5 ماينس الواي اللي هي 2 ماينس الروت 5. ادي ال2 اهي زي ما هي، وادي الروت 5 اهي. النيجاتيف دي تدخل تبقى نيجاتيف 2، نيجاتيف باي نيجاتيف تبقى بوزيتيف روت 5 باور 2. البوزيتيف 2 تتكنسل مع النيجاتيف 2 تبقى سكوير روت 5 بلس سكوير روت 5 تبقى 2 سكوير روت 5 باور 2. ال2 باور 2 تبقى 4، والسكوير روت 5 باور 2 تبقى 5. 4 تايمز ال5 تبقى 20. اهم نقطه تخلي بالك منها ان لما يكون في نيجاتيف فهي بتتوزع على البراكت اللي بعديه، دي اهم نقطه. نمبر 3 بيقول لي سكوير روت 16 ماينس كيوبيك روت نيجاتيف 64. السكوير روت 16 ايكوال 4 ماينس كيوب روت نيجاتيف 64 تبقى نيجاتيف، والكيوب روت 64 ب 4. نيجاتيف تايمز نيجاتيف تبقى بوزيتيف. 4 بلس 4 8. وانا ممكن اروح كده اعمل كده سكوير روت 16 ماينس كيوب روت نيجاتيف 64 تبقى 8. نمبر 4 واخر واحده في اللي تشوز معانا بيقول لي ذا ايراشونال نمبر بتوين 3 اند 6 انكلودد بتوين 3 اند 6. لازم عشان تجيب irrational number احنا متفقين مع بعض ان irrational number number ملوش square root وملوش cube root والباي، فانت لازم تحط ده تحت ال square root او تحت ال cube root حسب ايه يا مستر؟ لو لقيناها في multiple choose بتاعتنا يبقى تمام، ما لقيناهاش يبقى هنعمل cube root. ال 3 لما تتحط تحت ال square root تبقى 9 لان square root 9 3. طب وال 6 تبقى 36. طب اول حاجه ال5 دي بره اصلا قبل ال9 يبقى ما تنفعش. طب ال10 ايوه السكوير روت 10 بعد ال9. طب ال10 هل ليها سكوير روت؟ لا يا مستر، يبقى ايراشونال نمبر، لان ممكن طالب يروح يختار السكوير روت لل25 اقول له غلط، لان السكوير روت لل25 5 فده راشونال نمبر. كده كده احنا ما احتاجناش الحمد لله الكيوب روت. في نمبر 2 بيقول لي if x belong to r negative x power 2 equal 5 then x plus square root 5 power 2.
طيب الاكس باور 2 ايكوال 5 دي مهمه جدا، خلينا نمسح كده، لان احنا عشان نجيب الاكس هناخد السكوير روت لل5 وهيدينا التو فاليوز بوزيتيف ونيجاتيف، بس هو هنا قال لك لا انت معاك نيجاتيف فقط، فالاكس ايكوال نيجاتيف سكوير روت 5. هتعمل سبستيوشن، هتشيل الاكس وتحط النيجاتيف سكوير روت 5 بلس السكوير روت 5 باور 2، نيجاتيف مع البوزيتيف 0 باور 2 تبقى 0. Number 2. The multiplicative inverse of the number square root 3 over 3 is. هتجيب المultiplicative inverse ده تبقى 3 over square root 3. عكسنا ال first term مكان ال second term. بس أنا ما بسيبش في root في الدينومينيتور كده. أمال بعمل إيه؟ بعمل multiply root 3. فتبقى تحت root 3 times root 3 تبقى 3 وفوق 3 root 3. أكنسل ال 3 دي مع ال 3 دي تبقى root 3. Number 3 r star equal r minus 0. ال r star عبارة عن ال r شيل منها الزيرو، دي ثابتة مفيهاش إبداع. Number 4 ال conjugate number، أسهل طريقة 7 minus 5 2. نصعب الطريقة شوية، square root 7 times ال square root 7 تبقى 7، نيجاتيف تايمز البوزيتيف نيجاتيف، سكوير روت 5 تايمز السكوير روت 5 تبقى 5، 7 ماينس 5 2. لكن الكونجيجيت نمبر عمليه الملتيبليكيشن بتاعتهم سهله طالما هما الاثنين تحت سكوير روت 7 ماينس 5. جربها بالكالكليتر هتطلع نفس الانسر. في نمبر 3 لتر A يقول لي اف اكس واي ايكوال 1، طالما الاكس ملتبلاي الواي ايكوال 1 يبقى هما ملتيبليكيتيف انفيرس لبعض. يعني يا مستر يعني فور اكزامبل واحد فيهم 2 اوفر 5 والتاني 5 اوفر 2، ده يتكنسل مع ده وده يتكنسل مع ده يدينا 1. ال y equal 2 plus square root 3، find the value of x power 2 plus square root 48 in its simplest form. طيب احنا كده معانا الفاليو بتاعت y، وهقول له كده since ان x y equal 1 then x is a multiplicative inverse of y. طيب يبقى عشان نجيب ال x هنعمل 1 over 2 plus square root 3، وهنعمل multiply 2 minus square root 3 و 2 minus square root 3. 1 multiply ده يدينا 2 minus square root 3، وهنا 2 multiply 2 4، negative multiply positive negative، square root 3 multiply square root 3 ب 3، 4 minus 3 تبقى 1 تبقى 2 minus square root 3. وهنا نتوقف قليلا انه ما ينفعش تقول 2 minus 3 لان هي مش تحت square root، لما تبقى تحت سكوير روت لازم نعمل او مش في ايدنا نعمل ده ماينس ده على طول. كده انا جبت الملتيبليكيتيف انفيرس اللي هو ده. تعال بقى نجيب اكس باور 2 بلس سكوير روت 48. هنشيل الاكس ونحط الفاليو بتاعتها اللي هي 2 ماينس سكوير روت 3 باور 2 بلس سكوير روت 48. البراكت ده بيتفك ازاي؟ ال first square 2 power 2 4، ال second square يبقى positive square root 3 power 2 ب 3، الساين بتاعت الميدل و 2 multiply 2 4 multiply ال square root 3 تبقى 4 square root 3 بلس ال 48، عايزين 2 number ال product بتاعهم 48 وواحد منهم ال square root يبقى 16 و 3. 4 plus 3 7 minus 4 root 3 16 تطلع بره 4 تبقى 4 سكوير روت 3. كنسل البوزيتيف مع النيجاتيف يتبقى لي ايه؟ 7. ادي الحل كاملا، واحده من اجمل الافكار، لان هي لمت الملتيبليكيتيف انفيرس، جابت لي ازاي افك البراكت باور 2، جابت لي ازاي ان يبقى عندي سكوير روت واحوله للسمبلست فورم بتاعته كده يكون في coefficient to square root، وازاي اعمل simplest واوصل للانسر. فجابت لي كل حاجه غير الفكره الاولانيه الجميله دي ان هما multiplicative inverse لبعض.
Number B بيقول لي without using a calculator simplify the following to the simplest form. 5 square root 5 times root 5 minus 2 plus square root 20 minus 10 square root 1 over 5. هنعمل distribution. Square root 5 times square root 5 تبقى 5. 2 زي ما هي. وهنا 2 times 2 تبقى 4. Plus 24 times 5. ال 10 تدخل جوه كام؟ 100. 10 by 10 يبقى 100 divided 5. انا هطلب منك طلب دلوقتي 2 times 5 10 minus 4 root 5 plus خليها زي ما هي 20. ليه يا مستر؟ لان انا لمحت دي 100 divided 5 تبقى 20. دي positive و negative يتكنسلوا مع بعض، اتبقى لك ايه 10 minus 4 root 5. بدل ما كنت هتعمل 2 steps زيادة، لا كنسلناهم على طول. طب يا مستر انا ما لمحتهاش زيك، كمل عادي وهتلاقي الستيبس زادت معاك مش اكتر. يعني دي هتعملها 4 times 5 ودي برضو هتعملها 4 times 5، هتطلع دي تبقى 2 root 5 minus 2 root 5. فهم؟ زودت steps وخلاص على نفسي. ننتقل لنمبر 4. بيقول لي if x equals square root 5 plus 2 y equals the multiplicative inverse of x prove that x and y are two conjugate number. دي conjugate بس ممسوحة. Then find the value of x minus y over x plus y power 2. طيب خلينا نجيب ال y، مش هي multiplicative inverse؟ ايوه، تبقى 1 over square root 5 plus 2. هنعمل multiply مره كده الاثنين بالنيجاتيف طبعا. هنا 1 multiply ده تبقى square root 5 minus 2، وهنا square root 5 times square root 5 تبقى 5. positive times negative تبقى negative. 2 times 2 تبقى 4. تبقى square root 5 minus 2. 5 minus 4 تبقى 1، وال 1 ما بيتكتبش خلاص. هتلاحظ كده الاكس اهي والواي اهي الاثنين زي بعض بالظبط باختلاف الساين اللي في النص. يبقى اقدر اقول له ان x and y are conjugate numbers. بعد كده بيقول لي find the value of x minus y over x plus y power 2. تعالى بقى ال x square root 5 plus 2 minus ال y، ال y اهي square root 5 minus 2 over ال plus بتاعها. تبقى دي square root 5 plus 2، النيجاتيف تتوزع تبقى نيجاتيف square root 5 ونيجاتيف تايمز النيجاتيف تبقى بوست. وهنا سكوير روت 5 بلس سكوير روت 5 تبقى 2 سكوير روت 5، و 2 بلس 2 تبقى 4. هكنسل البوزيتيف مع النيجاتيف ويتبقى 2 بلس 2 4 اوفر 2 سكوير روت 5 بلس 4 باور 2. احنا في خطأ عملناه هنا، في خطأ عملناه. ارجع بقى معايا كده. ايوان انا كتبت الواي غلط، اكيد اللي مركز لاحظ ده، اللي مش مركز بقى يركز معايا. دي كده سكوير روت 5 بلس 2 ودي بوزيتيف سكوير روت 5 ماينس 2. تعال بقى نكمل تاني، دي سكوير روت 5 بلس 2 ماينس سكوير روت 5، ونيجاتيف باي نيجاتيف تبقى بوزيتيف 2، وتحت النيجاتيف مع البوزيتيف يتكنسلوا يتبقى 2 سكوير روت 5، كل ده باور 2. هكنسل ده مع ده يتبقى 2 بلس 2 تبقى 4 اوفر 2 سكوير روت 5 باور 2. ال 4 ديفايد 2 تبقى 2. ال 2 باور 2 4 وال سكوير روت 5 باور 2 تبقى 5. يبقى ساين واحده بوظت لي المساله، يبقى لازم نركز كويس جدا كده يا شباب. يكون انتهى كيوميليتيف تيست نمبر 7. نلتقي ان شاء الله الفيديو القادم في كيوميليتيف تيست نمبر 8. تمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا. سلام الله عليكم.